مجلس القومي للسكان بقى دكتور عمرو بيعمل ايه؟ ايه الشغل يعني؟ ايه خطتكم كده وبتتعاون مع مين؟ احنا مصر حاطه استراتيجيه لموضوع السياده السكانيه اللي هي 2015 ل 2030. الاستراتيجيه دي فيها خطه تنفيذيه لخمس سنين من 2015 ل 2020. هي قايمه على خمس محاور: محور تنظيم اسره، محور اسمه الشباب وصحه المراهقين، تمام، محور الاعلام، محور تعليم، محور تمكين المراه. يبقى هي زي ما الدكتور مجدي حكى ان هي مش قصه ان احنا لوالب واقراص وتنظيم اسر، لا، انت عندك محاور كتير محتاجه تشتغلي فيها من خلال بقى الاعلام، التعليم، من خلال الشباب وصحه المراهقين وتمكين المراه. كل محور من دولت بنشتغل عليه. يعني تنظيم الاسره، انت عاوزه تزودي معدل استخدام السيدات للوسائل، ان انت وسائل منع الحمل، لكل ما هنزود معدل استخدام السيدات هتقدري تحلي القضيه. كل ما تقللي نسبه الحاجات الغير ملباه، يعني الحاجات الغير ملباه يعني الست قد تكون عاوزه تستخدم الوسيله ومش عارفه توصل للوسيله، فكل ما تقللي نسبه الحاجات الغير ملباه هتقدري تحلي القضيه. عندك محور زي تمكين المراه، ان احنا نبدا نشتغل في قصه ان لما نقلل نسبه الاميه عند سيدات مصر، يعني انت عندك نسبه الاميه في سيدات مصر 31%، لما تقللي نسبه البطاله، لما تقدري ان انت تزودي نسبه السيدات اللي هو في المناصب القياديه، فده يكون تشجيع للستات اكتر، للرجاله والستات ان هم يعلموا بناتهم ان هي في يوم من الايام ممكن تبقى منصب في المجتمع. عندك محور الاعلام والتعليم، وقد يكون ان احنا كانت مشكله مصر اللي حققتي نجاح كبير جدا كنت مركزه على سلاح واحد، سلاح الاعلام. لما جت 2011 الناس بطلت تتكلم، وقعدنا سنين الناس الاعلام بقى بيتكلم في حاجات تانية في الاحزاب السياسيه وفي البرلمان وفي الدستور، فنسينا. فلا انت لما وقفتي السلاح بتاعك حصلت رده. يعني انا قلت لك ان احسن نتيجه انت جبتيها في 2008، وكان المفروض في 2012 تنزلي 2.4. لما جت 2011 اتاجل المسح السكاني، من 2012 بقينا في 2014، فوجئنا بالرقم، بدل ما انزل من 3 ل 2.4 طلعت من 3 ل 3.5. طيب.